الفاسي خويا شاكر الفاسي ها هو معاكم كما كتشوفوا هادو الجماهير ديال فريق المغرب الفاسي معنا الاستاذ سيدنا شاكر ورا نشوف هذيك شاكر الفاسي لا حقك اخويا الفوزي دابا فين غتمشيو فين غتمشيو دابا نمشيو لعند الماس ياك شوف الماس شحال تربح المغرب الفاسي 2-0 شويش شنو كتقول اخويا العز كاس الواحد مرحبا وتحياتي ليك اخويا خليكم معنا على كتشوف شي بليصه نعس بك نعس ما عدونا أرضية الملعب ما عدونا المركب سير أخي تحياتي لكم صفانا هذيك عامين وزيد عزيزنا نسيت وزيد كوريدة الصفراء شحال جويشات ايدك ور ايدك العشرة لعبين ريكبي لعبين ريكبي حيث الشباب لا تعرف الصفانا ديما الصفرا ولا نطلق المرا الصفرا ولا نطلق المرا واخا ما عنديش المرا عاد كنقلب عليها ديما ديما الصفانا تحياتي ليكم يحفظك ديما جلال شحال دابا شويه جات من اللحين 10 لاعبين من ليكبي هذا السم داكشي ديال يا والله هادي كفا انا تحياتي ليكم ابرك ابا اوراك المعلم زيد اخونا زيد اخويا صفانا انا على بزاف الصفراء انا على سمارك الماس اي غادي على رجليهم شعل الصفراء ايدكم ويلا غير الرجال هادو هانتوما اخواتي كما كتشوف شو جماهير الفريق المغربي الفاسي شاشا كل غالي غادي على رجليه كلشي باغي يشوف فريق المغرب الرياضي الفاسي باش غيربح ان شاء الله باذن الله وديما هانتوما كتشوفوا شاشا شاشا شو جماهير شو الوليدات كلشي غاتبع يعطيك الرضا ويرضي عليكم انا انا تحياتي تحياتي للجماهير تحياتي للجماهير نعز بكم تحياتي لكم تحياتي لكم اخوتي بيدكم كما كتشوفوا هانتوما اخوتي كل شيء غادي على رجليه باغي يتابع فريق المغرب الرياضي الفاسي كما كتشوفوا هانتوما اخوتي كل شيء فرحان ضاحكين ناشطين تامل الكروسه مساوي وايدك ابانا ارانا خي الشعار ايه يا وليدي هز باسي هذيك اخونا ايه طبخ لي طارات كلمة واخويا العزيز السلام عليكم كيما العاده معكم عز فوزي ان شاء الله باذن الله جيت في مصر يا سخاط عليكم معنا شي بليصه عندكم جمهور بس حكم العالم حكم العالم يا اخوتي تشوف الحلم واخا ما زعمتيش المرا سير على الله يا كل شيء تحياتي للمغاربه امين شكرا تحياتي تحياتي للمغاربه كاملين تحياتي للجمهور ديال تطوان هاني خرب حبه مرحبا بالجماهير التطوانيه مرحبا بالجمهور ديال تطوان مرحبا ناس الشمال مرحبا مغازا كامل تحياتي تحياتي واشو مرحبا فيكم عاش خوتي بيس بيس يا بيجا فؤاد سير عاش ويسع هاديك ها جمهور ديال المغرب الفاسي كلشي لا وافك يا وليدي على الجماهير ديال الصفانة ايه يا وليدي الشاكر هاكا كان على الشاكر هاديك انا على وليدات الصفراء هاديك افواد افواد
فين داخل؟ قلت لي الصبانة هي وليدي. أنا خوتي بالطبيعة مركب ديال مدينة فاس باش تفرجوا المغرب الرياضي الفاسي اليوم جويزات من الحين. خليكم معنا تنصحتي لك اخويا شاكر، احنا غندخلوا المركب ان شاء الله باذن الله، واليوم 2-0 ان شاء الله باذن الله. المغرب الفاس حاصر بحال المساخات. لا 2-0 جويجه تاع خا يا جويجه. تحياتي ليك وتحياتي للشباب جماعه الفاسي. فوز جوه فوز معكم مصاوية تاشيب أولا العاشر إذا بدو الجيب تيجي وتنط ساعة اللي بغانا يا القناة كاي يا عزيز كاي لا تكاي يا بابا يا وليدي. ها شاكر، ها رانا شاكر، ها فؤاد، انا غسي فؤاد تحياتي، هذيك تحياتي لخويا شاكر الفاسي فؤاد الرجل العظيم. انا وليدات الصفا انا خليكم عندك وتمشي شي بليط. تحياتي اخي نود الله ديما صفا تحياتي حياتي رجال رجال خوتي هو من الباب 17 ما هو العالم. تحياتي الله يحفظكم خير الله يحفظكم. تحياتي الله يحفظكم سير عزيز شفا فؤاد. تحياتي خويا فؤاد، تحياتي للرجال. هانتوما خوتي حنا قلب أرضية الملعب ومركب مدينة فاس. أنا خوتي على الصفانة، أنا خوتنا كيف دير بلان. لا أجي بحالك لهنا الشاكر. طلع 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 رافيناتي، هاديك الشاكر هاديك. غير شوية عليك، غير شوية فؤاد، إبلاتي عليك أخويا الحسن، غير شوية إبلاتي عليك. هيا يا اخوي الزير المغرب الرياضي التطواني وكنبغيكم وكنحبكم وكنحب فاسي. جيتي حدا التطوانيين تفرج اخويا، لا لا ما باه التطوانيين شويه تسخنا الجمهور ديال التطوان. تحيه للناس ديال التطوان، تحيه للشمال كامله. وسمحوا لنا على هذه الشويه تاتيكا خاوا 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 عليهم لا صبانة صعبات. هذيك انا شاكر هذيك ما يروح الشاكر كي داير الناس مع خدمتها وجاية تفرج في الماس انت باش تعرف الحب ديال الصفراء. وشنو المطلوب من اللعابة؟ من اللعابة هو الانتصار ويقدموا مقابلة جيدة ويلعبوا الكرة ويفرجوا على الجماهير هذو اللي يهرب من خدمته كيسمع في دارهم. كنطلع على رجلي من 10 الصباح، والله إلا كنت مع 10 الصباح كنشوف الدريوية طالعة على رجلي، حيت باش الحب في الماس باش يتفرجوا في الكرة. والأهم هو الانتصار، الأهم هو يفوجونا والنتيجة توقوع. المهم وتحياتي للجمهور ديال تطوان اللي جا معاصرهم مرحبا بهم. كتشوف اخوتي الجماهير ديال المغرب الرياضي التطواني مازال كنحييهم كنحييهم. تحياتي ليهم، تحية فاسية للجماهير تطوانية ومصاوية ديما صفانا روبانا بس بطل تيكر ديما. Thank you.
التيران كيبغي كيبغي التيران كيبغي التيران كيبغي يطيح اخاي شاكي شي عزيز اليهودي بحال هو بوزي ديما شنو كاتبين تما عزيز؟ مقاريس صحراؤنا وطننا الساط وطننا مقاريس احنا قلنا ايوا يجا البحر مسكا ولا مكا فاس حكم العالم الشريفة هي فاس هي اللي حاكمة كل شيء هاديك خيزيدنا هاديك اخويا جاتهم الغيرة جاتهم الغيرة جاتهم الغيرة القصر Thank you.
شاكر ماشي دور تبور الله يلا دور تبور حنا من الخرطان الثالث بروميير ميطا كي جاك الاداء هذا مزيان ولكن النتيجة كتعرف خصها يكون واحد زيرو المهم ان شاء الله في دوزيام ميطا ماكي بجويجات اللي وعدنا بهم الجمهور جيبه عزيز شعلت تما شعلت شعلت صبوا عليها هذيك عزيز زاهية زاهية تالت الماتش سمعوا التطوانين ناري سمعوا التطاونا با ناري 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 قودوها حبسوا الماتش حبسوا الماتش اساس كنقول لك راه حبسوا الماتش شكون اللي كيديروا كيف خرجوا على الماتش لا ولا كيديروا كيتفاهموا عليها المساوية فبلاصة كتشعل شوفوا المقابلة هذا مزيان سير عاد واش غنديروا هذا هو حق الكورة وخاطر مثلا ماتش باهي حنا غنمشيو بحالنا على حساب الجمهور بزاف وثالث المقابلة النتيجة 0-0 وتحياتي للجماهير ديال الفريق المغربي الفاسي وتحياتي للجماهير ديال المغرب التطواني كنبغيكم عز بوزيك المغاربة كاملة الله فضل تيغز اهو مجام سيد الجدال عليان موسو في القربانور كتبت في دال وماك يا الصبرة سوليدال ومن خليها وكلام الناس ما يعنيني نلعبوا عليها ونجيبوها دقة دقة في زلفيلي دقة دقة في زلفيلي كشكو الفيدي عزاه نغني شعل الحريقة فامو جوي والمطروحي رايحي والخرجة معاك زايا كتبت في ديل ومعك يا الصفرة سولي ديل مغروم بيها ومن خليها وكلام الناس ما يعنيني نلعبوا عليها ونجيبوها دقة دقة في زلفيلي دقة دقة في زلفيلي كشكو الفيدي عزاه نغني